بعد تحية حضرتك، هل هو حكم بات ونهائي؟ هذا الحكم حكم بات ونهائي الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا، وبطبيعة الحال المحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة، ومن ثم فهو حكم نهائي وبات. إذن لا توجد درجات أخرى للتقاضي فيما بعد أمام الإدارية؟ لا يوجد، لا يوجد، أمام الإدارية لا توجد. بالنسبة لا يوجد. للبرلمان، هل في استطاعتهم الآن أن يقوموا النظر في هذه القضية؟ موقف آخر البرلمان، موقف آخر البرلمان بينظر المعاهدة وبيشوف إذا كانت هذه المعاهدة في صالح الشعب المصري ولا لا، وبعد إذا وافق البرلمان عليها هيدعو إلى الاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق على المعاهدة إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفقا للنص المادة 151 من الدستور. بس عايز أقول لحضرتك حاجة، إن هو لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، لا يجوز، سواء كانت توافق عليها أو ما توافقش في حكم قضايا أو ما توافقش. إذا كان في هذه المعاهدة تتضمن التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة لا تجوز إطلاقا يعني. دلوقتي البرلمان هيشوف المعاهدة، هيراجع المستندات التاريخية، هيراجع الأوراق كلها ويدلي بدلوه في هذا الشأن. نعم، إذن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ قليل هو حكم نهائي وبات.